إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد التعليم وها عشق وكبل أبنية العربية تبين يديك جزك لبات حاشد بقول إيه الصدح التعليم بين الماضي والحاضر تعليمتا أما وحبر سيدة بري يهر سيدة أهيد إيه إما سيدة أي تهي أيين وحكت المامينا تهي أواد ديار قرو يعني أود ديار قرو فكر واحد كف فكرتا في الإجابة جوابتا أتكب بحنا يسو عن الأسئلة سؤالها التالية سو صعودة واحد هل عدد الطلاب مي ثلاثة أرضيدو في الماضي بري يهر أكثر كبضان تهي مي كبضنين من الحاضر وقت قليل مكتشوغة أرديد وحبرتا إيه تيبري وهر برين ترتي مطيه هراء بطنهيد وما يتاني مكابدن لماذا محايا يلي بريقا هردد كوابن بوحبرين تري وحا طلبا سؤال اثنين لماذا كان الناس يتعلمون في الماضي محايا ددك بحب برين ترين بريقي هراء علمك أي برانيان محايا وقت شيد ترين بريقي هراء ثلاثة لماذا يتعلم الناس اليوم تدكم ما أنتم حيوح أبرتان بريجارة علمي أهم بوحلو برنشري إما كنا عنا أهم بوحلو برتان أربعة ما الأفضل كيبا في عن التعليم وحبر شدة اليوم ما أنت وحبر شدة ما أنت تدكم برتو أم في الماضي مستي هو رأي تيبضا لماذا محايري سؤالها كجواب وعد كذا جواب دون تا مركز انتن اخردو انتن ضنباكو شرحيسا هناك هلكا وحجرة هلكي حقا وحبرشدة اختلافات كالدوانان كثيرة فربضا او اوضحيسا بين التعليم وحبرشدة في الماضي بريق هوري تشري تشرتي يو التعليم وحبرشدة في الحاضر وقت كان امك تشوغا وحلا برتو ومن تلك تاوحا كمدا الاختلافات كالدوانان تا وحا كمدا أن فرص التعليم فرصتها هي نصيبك أما شانسك الله هلو وحبرشدو كانت وحي أهانجرتي قليلة مذير في الماضي بريقي هوري يعني هذا إيا أيام أيام بالغو هريتري لكن ما يفضضي حيث كان هالكاسي أما وقت كاسوي أهانجرتي يلتحق بالمدارس مدرستها بريقي هوري وحا قلي تريون طلاب قليلون أرضي يربع بريقي هوري قلي تريون أعداد بدأ يحمي لغاية شرين إن يربا قري شرتي هم يقول أنت هايري وحي أهان شرين في الغالب بدنا أبناء الأغنياء ددك مالقبينك عرورتو دقومبا أنت بدن قري شرين إسكولة دي مدرسة دها يو سكان المدن ددك مقالوين كدقن أعدادك ميقى إيا مي هالي شرين مارتي ميلاها علم وكويري هاي شوغة أما اليوم ما أنت فقط أصبح وحو نقضي التعليم وحبرشدو حقا وحو حق اللي هي اوهلو كارو لكل مواطنين قفك استود ديگانك دلك كميد اما فقير هنقضو اما غني هنقضو اما مي هجو اما مقال هجو فكثرة واحد طبيعت بطي عدد الطلاب ترى دي ارديد وحبرشدة ورليسي ويبضطي الى ضدك ودنبا قلي وانتشرت واحد فدي اوفافي اوفر بطي المدارس اسكول الذي وحلقو برني في كل مكان ملك استو او كميدا دلالك عالم قوي كوفي دين وشاعة واحد باهي او ميل والبكردعي او بطي شاعة واحد ميل والبقارة معها باهي او ديو دا كوفي دي القول هذا الكا اولانا ايه محي التعليم وحبرشدو كالماي واسيد بيه هو كالي او سيد بيها اللوغو باهيه ايو الهوائي سيد هوا دا لغو نفسنا ايو لوغو باهيه ايا وحبرشدو لوغو باهيه تاسا امك هالكو ديك ونقطي الدنيا ده أو مارتي لقولي في جرينيو وحبرشة دي قيمه ده كان واحد هانجرين
طلاب العلم ددك علم دونك اي اردايدا اهي في الماضي برغي هوري يسافرون وي سعودالي جيرين من بلد ودن بي كسعودالي جيرين الى بلد ودن كري علم دونش اهان يا حرنمو اي اوتغي جيرين لطلب العلم يغو بادي غوبيا او ديدي علم يا اقون وكانوا وحي اهاي يواجهون وحي وجهه او دغي جيرين او اي لكلمي جيرين او سو غاري جيري في سفرهم سعودال كودا waxa wajiga u dhigayeen jaaha u dhigayeen jilibkaba oo ay xamilayeen weeyaan kasiiran in fara badan oo mana tacabay dib aba ku dhici jirtay waxa dhibta kamid oo fakan waxa ahaan jireen yarkabuuna qaar fuula aljimaala awrta iyo geela ayaman maalmo dhan ay aw ku socdaal jireen oo dabeedna ay soconayeen wa ashhuran maalmo marka meelaha qaar weey wa ashhuran bila dhanbay safar ku jiray bila iska soo wareegay ayay intay madan ka tagaan waddan kale ay ku socdaan oo cilmi doonanayaan bila istaba jooga oo safar ay horti gali jireen amal yoom maanta fal madarisu iskuuladii iyo wal jaamacatu jaamacadihi kasiratun way badan yihiin fi kulli madinatin magaalo kasta oo weyn bay ku badan yihiin wa qaryatin daabiyad yarna way ku badan yihiin taqriiban sida yaani taqriiban waa maxay inta dhadhow waxa laga hadaa wax yar haday ka dhimi waxa male yani inta badal magaalooyinka midmid iyo dhif mooyaane waa laga helayaa iskuulada iyo jaamacadaha gaar ahaan iskuulada badana waa laga helayaa haythu maashaaso yadhabu ya magaalooyinkaaso haythu waa meel ama waqti labo noqoto meesha u badan tahay haythu meesha iyo meelaha magaalooyinka iyo daabiyadaha oo yadhabu uu tagayo adaalibu ardaygu ila madrasati iskuulkiisa wuxuu ku tagaa imanka oo jaamacati ama jaamacadiisa بالسيارة باور بولي بوسي راعية وقاربة هردقية وكسو هرقاضية أو أما السيارة وحكوس عضابة على الأقدام عقهيسة وميل كفق ما هي وميل اكتيس وكتاكي كرو كقصونا قنكرو ومن ناحية أخرى بانك كلها طينو كأيقنو قناعة كلها طينو كأيقنو يستطيع وحكري كرا الطالب أرضيك وحبرنيا أن يتعلم إنو برتو وهو وحبرتو وهو يسوق في بيته كوريجيسي تشوق وحكو برن كرا يسوان كباب حنبا iskaba da madrasad iyo iskuul iyo jaamacad u tago oo gurigiisa ku baran kara oo wax ugu baranaya waxa weeye aan dariiqi shabakada dawliga isaga oo maraya wadada ah shabakada dawliga ah ee adduunka ka dhaxeysa shabakada dawliga waxa la yiraahdaa imka internet la ilaawaya ee shabakada af arabiga marka la fasiro ah shabakada dawliga shabakada caalamka isku xidha shabakad ama isu haysa adduunka oo dhan ayay u bixiyeen يعني النت فوسو شبكات معها انترناشنال ناس صوتني معها مركا انت على سو سو جوبين سو معها انتر يعني هي انترناشنال و انترنت مركي ليهين واساسو كلام كان هذا دان الشبكه الدوليه شبكه عالميه ادونك سو خدا وا انترنت كي من الاختلافات وها كميدا وحيابها اي كو كلا دوون يهين وحبرشدي هوري هي تيمك جوقتا ايضا سدو كلا حدنا انت ان سو شيغني ماها intan soo socotana waa kamid oo waxa weeye anal muallima ninka baraha ah ee dadka wax bara kaana wuxuu ahaan jiray barigii hore la yadulubu mid aan doonin ajran wax amaala ay mushqaayada ala amalihi shaqadiisa kamu doori jirin macallinimada wax barida fil maadi barigii hore bilaash bu dadka wax ugu dhigi jiray maxaa yeelay oo wax uu qaadan waay barigii hore laanahu isagu waa macallinkee kaana wuxuu ahaan jiray yadulubu mid doonaya الأجر أبالك وحكا دوني جري من الله حق إلهي قدك وحبك مو دوني جري بريقه هوري وكان وحو أهان جري هدف الطالب وشيدد أوليه أرضيقو أقوي الوحي أهان جري بريقه هوري ضرب العلم أقوان دون بؤها إنو أقوان هلو علم أمبه وشيدد يسوهي أما اليوم ما أنت فقد اختلف الأمر أرنت ويس بدشي أوصدي معها أوفل معلم ومعلمك يضرب وحو دوني كثيرا وحفر بضن ومن الأجر مشقايرة أيو قرآن كي إيو وحبر شديبا لقو دونيا أو دولار بابا لغيرك يا هدي لدونه وأرضي قوة الإريا قرآن كبرني هدان العقد يسكبح والطالب أرضي قو يفكروا يسنوحوا كفكرة يا في الشهادة تينو الشهادة حلو. قبل العلم يسونا قوم بيالا وحاقوا وعالم الأوراق بالا يدو إنه هرتك عندك ودك الشهادة محاو الشهادة كفلي ورقة لأنها ورقة الشهادة دي وصيلة واحد أطهي وضلوا لامروا إلى العمل الشقاء مركا أرضي قديسو علمي أنه كل شقاء يستمو دونيا سا
san macallinka maantaba ugu shaqeysanayo marka cilmigii wuxuu noqday cilmi shaqo uun lagu doonayo ayuu buu cilmigii maanta adduunyada ka noqday isticaab hadaba isticaab waxa weeye waa in la fahmo mowduucan aan ka soo hadalay macnihiisii oo ardaygu fahmay in kale la tijaabiyo tadriib waaxid layliska koowaad ba calaamada sawaab calaamada saxda dhig oo calaamada khata ama ta qaladka saar fuma saxix ilkhata'a jumlooyinkan shanta ah wixii saxana sax saar wixii qaladana qalad saar wixii dabeedna qalada adigu sax dabeedna asawaab buu ku yidhi xagga sawaabka ku wada qor dhinacan kale ee lagu baneeyey jumlada saxda ah seeda u wada qor ta qaladku ku jira intaad qalado sidii sax ay ku ahaydna xaggan ku qor waaxid kaana tacliimu tacliimtu waxaa ahaan jirtay fil maadi berigii hore waxbarashada waxaa ahaan jiray liabnaa ila aqniyaa dadka maalka haystuun ba waxbaran jiray taas waa sax iyagoo sukaan almudun dadka magaalooyinka jooga ee waxbarashada dadkaasaa heli kari jiray itnii yusaafir tullaabu ardadu way u safraan alyowma maanta waxay socod dheer u galaan oo ay wadamo kale u tagaan lidalab alcilmi taasi waa qalad inta badan qof yacni cilmi dheeraada doonaya mooyaane maantani waliba gurigiisa buu ka helayaa dabeedna uma safrayaane gurigood bay ka helayaan talaata kaana wuxuu ahaa ajru lmucallimi mushqaada macallinku uu qaataa filmaadii berigii hore kasiiran way badnaan jirtay taasina waa qalad oo bilaash bay ahaan jirtay arbaca yufakiru daalibu ardaygu wuxuu ka fikirayaa alaana imika filcilm inuu wax barto horta oo cilmigu door bidaya qabla shahaada intaanu shahaada ka fikirin taasina waa qaladoo yufakiru ashahaadata qabla alcilmi weeyaan imika shahaadada imika tixgelinta leh oo dadku ay aada u tixgelinayaan oo xataa qofka aqoonta leh aqoontiisii lama qiimeynayo haddaanu shahaado lahayn dabeedna shahaada la qiimeynaya labada khamsa yastatiicu daalibu ardaygu wuxuu kari karaa an yatacalam inuu wax barto fii beyti gurigiisa isagoo jooga alaana imika taasina waa sax oo can dariiqi internet ayuu ka baran karayaaba tadriib taani waa leyliska labaad ajib ka jawaab biikhtisaari si kooban camaa yeli waxaan soo socda waaxid man kaana yaltaxiqu bilmadaarisi yaa geli jiray madaarista fi maadi waqtigii hore abnaau laqniyaai wa sukaan almudun bay ahaan jireen dadka waxhaysta iyo dadka magaalooyinka degan ayuun baa berigii hore geli jiray kayfa kaana dulaabu man yaltaxiqu bilmadaarisi fi lmaxaadir imika yaa madrasadaha gala imika waxaa gala madrasadaha kulli lmuwaadiniin oo dhan baa imika gelaya oo xaq u yeeshay talaata kayfa kaana dulaabu say ahaan jireen ardaydu yusaafiruna fi lmaadi berigii hore say u safri jireen ardaydu yacni yusaafiruna biljimaali ayay ku safri jireen yacni ayaaman wa ashhuran ayay berigii hore u socon jireen cilmiga iyagoo awrta fuushiya gaadiid arbaca kayfa yadhabu dulaabu ilaa madaarisim alyowm say maanta ku tegayaan waxay ku tegayaan bisayaaraati wasayri cala alaqdaam inay baabuurta raacaan iyo inay xataa lugeeyaanba lugeyntana looga jeedo madrasadiiba agtiisiya khamsa kayfa yatacalamu aaalibu fii beyti alaan siduu wax uga baran karaa wax ugu baran karaa ardaygu gurigiisa imaka waqtigaanu ku noolahay yacni wuxuu markaa ka baranaya can dariiqi shabakati dawliya isagoo internetka cilmigoo dhammi la dhigay sita limaada yufakiru aaalibu fi shahaada muxuu uga fikiraa ardaygu inuu shahaado helo qabla alcilmi isagoon cilmiba ka fikirin amaan xataa cilmiba yeelan waxa weye liannahaa wasiilatun ila alcamal waa dariiqii lagu gaadhayay shaqo in la helo mufradaas halkana waa ereeyo tadriib waaxid waxa weyan layliska koowaad silbir in mufradi wala jamcihi isla doono isku xidhiidi mufrad kasta iyo jamcigiisii halka aljamcu baa qaybta sare ku qoran qaybta hoosena almufradu baa ku qoran quraa baa halkaa horeysa ku qoran waxa mufradkeedu iyo xagga hoose qaryatun baa kuugu taala aqniyaa oo dadkii maalqabeenka baa kuu qoran mufradkeedu xagga hoose ku qoran yahay qariyun qof maalqabeena aqdaam cagaa kuugu qoran gumadaha iyo cagaha xagga hoosena waxaa kuugu qoran mufradkeedu qadamun lug ah bilaadun wadamaa kuu qoran xagga hoose waxaa kuugu qoran mufradkii oo baladun wadan ah ashhurun baa kuu qoran bilo xagga hoosena waxaa kuugu qoran mufradkii oo ah shahrun bil saa isugu xidhiidhi tadriib taani kana waa layliska labaad kawin samee jumlatan jumlad adigu samee munaasibatan ku habboon min kulli kelimatayn laba eray oo kastoo kuwa xagga hoose ku qorana jumlad ka samee laa taqlilu jumlatu jumladu yay ka yaraanin can khamsa kalimaatin shan erayay ka yaraanin yaltaxiqu waaxid yaltaxiqu aljaamica jaamicaddu geliya imika laba eray baa qoran jumlad ilaa shan ereya dabeedna adigu samee
اثنين انتصر العلم علم جو باهي الله بقرب قرن إلاشن جارسي ويسكوها به ثلاثة كفر الضلاب أرضي ذي باب ضطي الله بقرب قرن جملة السماء إلاشن أرى أغيرانا أما كبدا أربعة سافر العلم يعني أقوم بأسفري هلكا واتم إذا جملة السماء إلاشن أرى كبدا كدي خمسة طلب الأجر مش قايد يوم شهر بود دوني مرقاتم إذا جملة السماء إلاشن أرى كبدا كدي ستة يفكر الزواج وحكى فكر يا جور جملة كدي شان إرأي وح كبدا هاها تجملة داسي ملاحظة نحويا نحوية وحويات دبو إيجس يتشلع أي ملعسي لقو سمعين أيه يفيرا لقو سمعين حاجة نحو ده المضاف والمضاف إليه وحويه ومضاف كي مضاف إليه قال لقاح الله يوحنا مضاف وكيل تيري والمضاف إليه هنا وكيل تيري وح الله بأرأي الله يسو تيري أما اللي يسو آني ويان يضاف والله تيري الاسم اسمك إلى اسم آخر اسم كلا الله تيري فيسيران واحد إسلام نقدان كالشيء الواحد بين نقدان لبدي اسكو الشيء قره وكره نقدان ويسمى واحد لقومك عابا الأول لبدا اسمك هوري مضافا بالكيل تيري ويسمى واحد لقومك عابا الثاني كلابادنا مضافا إليه كي واحد لو تيري والمضاف إليه كا واحد لو تيري أدن بي مجرور والله صربا دائما ولقي أليه ادرس براء واللاحد افرسو واحد فرص التعليم كان سيدا أما نصيبك الله هلو وحبرشده كثيرة توي بدانتا إمك فرص ومضاف التعليم ومضاف إليه أو تعليم تا فرصة ده له لسي إمك اثنين يلتحقوا ويقران أبناء الأغنياء إنما دا أي دلين دادك مالقبين كأهي أما أبطك أي دلين بالمدارس ويقران أبناء ومضاف الأغنياء ومضاف إليه يا لوتري إنما دا أما أبطك يا لوتري دادك مالقبين كأبعد لي أبناء ومضاف الأغنيانة ومضاف إليه ثلاثة عدد الطلاب كثير ثلاثة أرداد ويبضانتها وقتية دانيما كدام بي عدد ومضاف الطلاب ومضاف إليه يا ثلاثة أرداد عليه أربعة انتشر وحبطي التعليم وحبرشادي ويكوبضتي في كل مكان ملك استوى الدنيا دا. كل ومضاف مكان ومضاف إليه خمسة طلاب العلم أرداد وحبر علم الدون كوحبرنا سيسافرون ويسافران كثيرا نفر بضان طلاب ومضاف العلم ومضاف إليه ستة سافر سعيد وسعيد وصفري ما هو صفري سعيد لطلب العلم علم الدوم بو صفري طلب ومضاف العلم ومضاف إليه سبعة تعلمت وحن وحكبرتي عن طريق الشبكة الدولية انترنت كان وحكبرتي عن طريق الشبكة طريق ومضاف الشبكة ومضاف إليه ثمانية كان هدف الطالب وحي أهانجرتي وشدد أرضي قبري يهوري العلم إنه أقوان هلو لكن كل شيء قيسته هم يجلسوا مواهين إنه الله يكعبده جهل مدنك قبحه ومدنه أبره تعودنا إيه دينتنا وكفديه هذا فيه خلو لها أو كدوان لعقه وكليا كان هدف الطالب هدف وامحي وحوية مضافك الطالبنا ومضاف إليه تسعة طلب العلم فريضة علمك إلا الضونه أو الله برتاه وواجب ووحيابها ما أنت لمن مشكلة ده مساجدي ويهونيان ووي مرانيان ومرين والدارس هو عن كاسوكرة تذكر ويبوحن ومشكلة تذكر واحد يكون مشغول سيهين وحان فائدة لهين وقت يكونوا فربدين هاي ونوقفه وقتك برنا تعليم تسيه يا علم يا قيمة هلا برنا عمل وناكسين صالحة يش قدر نضيفتها وكل شقة يستوى وقت يسقي بيه وقت يقوم قبيه وحد الدنيا دو كمان فعيه وحاخره كمان فعه وفرض علم برشيش علم الحال قلبه وحيك واجبنا برتنا وواجبة علم يقول يستجاب عبادة حتى صنها صلاة صنها وحقف الضمير علم هذا علم جبر الشديس عشرة عبد الله طالب عبد الله هو أرضه عبد هو مضاف الله هو مضاف إليه رياضة صار هذا مضاف فيه مضاف إليه تدريب كان روح هو الله يلس سلس كل حريري بين المضاف مضافك يوم مضاف إليه مضاف إليه المناسبين اسكوها بون حريق سوحد ثم ضعهما واحد اقتاء او تقدر اتكسم ايسا او تقدر طالبها في جملة مفيدة جملة مفيدة اضغو سمايسو قلي مضاف كي مضاف ليه قوة صعودة كما في المثال ساد صالحان كو قرن امكا والاول وكلمة دي هوري ايو الثاني او كلمة اللباد لسنا دونان ايو امكا شروق وعلامة دي وحو علامة دي تيدي للدوني محو ايضا الشمس شروق الشمس صباحتان كعب عيدا مركا اللبادة اسلا دونتو
adigu jumlo ka samee jumladina uu ka sameeyo su'aal isaga ku siiyay oo muxuu yiri halajtu waan baxay inda shuruuq shams marka cadadu soo baxaysi inta labadaysa doonato jumlad taas oo kale ugu dhaxdara adigu aad leedahay marka salaatu baa halka ku qoran salaatu dhuhri baa la doonanaya salaada dhuhurka dabana jumlad ka sameeyaysa salaatu salaata dhuhri oo kala doon kartaa waan tukadi saas oo ka sameyn kartaa waa sabcata ashwaad ima halka ku qoran marka sabca waxa la doonayaa ta u horeysa ashwaad yaani waxa weeyaan todoba wareeg ayaan ku wareegay kabcada waxa la qartaa duftu sabcata ashwaad ayaan ku wareegay gurfatin nawm gurfa halka ku qoran waxa weeye yaani gurfatin nawm waa maxay gurfatan gurfa halka ku qoran annoom la doono dakhaltu gurfatan nawm waad odhan kartaa waxaan galay qolka hurdada marka halka maxaa ku qoran ummu baa halka ku qoran saciid baa halka dambe ku qoran isu gee ummu saciid horta weey saciid hooyadi waxa odhan kartaa jaa'at ummu saciid ayaa timid waa shahri baa halka ku qoran dabeedna waxaa lagu darayaa shahr ramadaan mar waxaa odhan karaa sumtu shahr ramadaan waan soomay daqdi baa halka ku qoran dabeedna daqdu dami baa halka qoran daqdu dami murtafic baa odhan kartaa yacni dhiig kar baa jira oo kale cabd baa halka ku qoran cabdulcasiis baa odhan kartaa halkaa cabdulcasiis raaytu cabdulcasiis haddaad tidhaahdo waa kugu filanta jumladaad ka samayn kartaa ama aad tidhaahdo yacni qaabaltu cabdulcasiis oo kale waan la kun kitaab baa halkaa ku qoran marka maxaa odhan kartaa kitaabu lqawaacid darastu kitaab alqawaacid baa odhan kartaa waan dhigtay oo kale ama ishtaraytu kitaab alqawaacid baan soo iibsaday tabiib baa halkaa ku qoran marka waxa halkaa la raacinayaa tabiibu lqalbi eekada dhakhtarka wadnaha alqalbi halkaa kugu qoran qaabaltu tabiib alqalbi waxaan la kulmay dhakhtarkii wadna sukaan baa halkaa kugu qoran waa maxay marka waxaa la odhanayaa mudun sukaanu lmudin yatacallamuun waxbay bartaan waad odhan kartaa marka u samey yani jumladana saasuu ku leeyahay haddana xadaaratu lmuslimiin inku waxaan ka hadlaynaa ilbaxnimadii muslimiintu ay lahaan jireen waqtiyadii adduunyadu xadaaraduhu ku yaraayeen ama ilbaxnimadu faatimatu faatima waxay tidhi maadaa taqra'iina maxaad akridaa yaa caaishatu caaishaay hadihi alayaam maalmahan waxaad akhridaa waa maxay un qofku akhris yeesho waa lagama maarmaan oo uu noloshiisa akhriska badiyo oo aqoontiisa kolba halkay tahay uu ka sii wado da-duu doonoba hadduu doono ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado da-du aqoontu waktiba male har xaraf haddaad barato waxbaad baratay waxbaa kuu kordhay waad wadaysaa un caaishatu waxay tidhi aqra waxaan akhriyaa kutuban kutub ka hadlaysaa can xadaarati lmuslimiin ilbaxnimadii muslimiinta kaanad waxay ahaan jirtay kaanad waxay ahayd xadaaratan cadiimatan ilbaxnimo aad u weyn bay ahayd ilbaxnimo aad u weyn ayay ahayd ilbaxnimada muslimiintu taqadamat way ku horumartay ilbaxnimada muslimiinta iyo aqoontoodu fitibi xagga caafimaadka wasaydaliyati xagga dawooyinka iyo wal culuum xagga sayniska iyo wal riyaadiyaad xagga xisaabaadka iyo wal juqraafiya xagga juqraafiga cilmiga lagu barto wadamada iyo waxaa wal falag iyo cilmiga falagga ee lagu barto meerayaasha iyo wal culuum linsaaniya aqoonta xagga bini aadanka la xidhiidha oo dhan way ku horeeyeen faatimatu waxay tidhi halta asarad miyay ka faa'iidaysatay oo raad ku yeelatay xadaaratu oroba xadaarada ama ilbaxnimada reer yurub bixadaarati lmuslimiin ilbaxnimadii muslimiinta miyay raad ku yeesheen miyay wax ka qaateen oy wax ka kororsadeen markaas muslimiinta ka horeeyey oo kaga horreeyey maxay xagga ilbaxnimada caaishatu waxay tihi nacam ha way ka faa'iidaysteen taasarat yacni raad bay ama taasiir iyo raad bay ku yeelatay biha xadaaradda muslimiinta way ka faa'iidaysteen kasiiran in badan weliba kuwa reer yurub faqad itasala way la soo xidhiidheen culamaa oruba culamada reer yurub biculamaa ilmuslimiin culamadii muslimiintay la soo xidhiidheen oo aqoon ugu yimaadeen wa akhaduu waxay ka qaateen kuwa reer yurub baa ka qaatay canhum culimada muslimiinta ayay ka qaateen maxay alcilma aqoontii ilaa cilmigu waa caalami ma meeshu joogo ayaa loo guuraa marka laga hadlayo cilmiga weliba maaragtay maadiga ah ee ama xisaabaada ama saynisa ama juqraafiya ama falaga ama caafimaad ama wuxuu doona haado kaasi yacni cid waliba cid bay ka qaadataa marka in badan bay ka qaateen watarjamuu way fasireen weliba kutubahum kutubtii muslimiinta ay fasireen wadarasuuha waxay dabeedna ku dhigeen fii jaamacaat jaamicaatin bay ku dhigeen markay muslimiintii ka barteen ay luqadoodii ku fasireen ayay dabeedna ku dhigeen jaamacaadkii reer yurub ayay macalimiintii yurubiyaanka ahaa ay ku dhigeen markay muslimiinta ka faa'iidaysteen faatimatu waxay tidhi
ولكن سأهاته لماذا تأخر ما حي دبقوا دعين المسلمين المسلمين بعد ذلك البحر ماذا وين يا أي قارين دبديد يا أي رب معلمين تيجوا أهاين ما حي دبقوا دعين أمك عائشة واحد تري تأخروا واحد دبقوا دعين تأخروا دبقوا دعين المسلمين ولا ضافي حق البحر ماذا يا قانتي ولا ضافي ما دقة هيد ما حي لأنهم يجوا تركوا العلم أقول تبي كتجين وبتعدوا واحد كيف فقادين عن الدين الدين تودين وكيف فقادين فاطمة واحد تري كيف يتركون العلم سير علم جوجت تجيان مسلمين تو والإسلام يسقى الإسلام كنا يدعو كباقي إليه علم يبرس هذا يسقى ضدك وكباقي إلى الدين تابو وجيريسه ودين تودي بفرسه سير وجف فقادين أما وجت تجين عاشة واحد تري أحسنتي وأنا أقبل صمي سيف عن بعضي شيء سيف عن وظف كريسة فأول كلمة كلمة ديوه الرئيسي أريجي أهريجي نزلت سودجي من القرآن الكريم أو القرآن كشرفت بطن كم ذا هي أريج أسوها هاي اقرأ أقرب أهريجي آيات إلهي سودجي أما أري لقول واقو اقرأ باسم ربك أهريجي واقون كهذليا فاطمة واحد الودعاء كباقي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وحوق باقو أغيري المسلمين المسلمين في كثير انفر بطن ومن حديث أحاديثي كم ذا لطلب العلم إن لبادي دونه علم يبرا شديس أو قف مسلم أهوال وحبرا شدا هيرك وقص الرئيس وكقاري كرا وكقارو كقول وحكم من النبي هذا الكيسوري طلب العلم علم يبادي قوب كيس يبرا شديس فريضة وحكوتها واجب على كل مسلم قف قصته مسلمة عائشة واحدة الحمد لله إله بقى مهضة له فقد رجعوا ويسون نغدين المسلمين ومسلمين توأسون نغدين مرة أخرى مركرة سيد هربري جهر ميرسر وقارين إلى طلب العلم وأوصل نقدين مركرة فها هي واقون فها أرجع زوج على حرف التنبيه فها هي واقون يدو يجو هو ما هي جاسي المدارس والمدارس هذه بقى سمايسة مدرسة إسكول دي والجامعات والجامعات هي تنتشر وتأكب هذه وتأكب هذه في جميع بلاد المسلمين مسلمين تأطن ودمدين فها وهو يركن كنا نقرأ ونقف صوت شديد سو حرف التنبيه فها هو هي يدو أيه المدارس ومدارستي يو الجامعات والجامعاتي تنتشر وتأكل في الدي يأكل في السن يأكل بهذي في جميع المسلمين في جميع بلاد المسلمين دمان طريق المسلمين توردن وعلم جبر الله صن غضي الله قلب قاتي الله ويل طلنا يا إمك فاطمة واحد على كل مسلم مسلم كستوحة واجب قا رجلا كان أما إنها النقض أو امرأة أما قبل أن يطلب إنه بادي قوة أو برتاع العلم علمها طول حياته إنتو نلوشيس أي شرطورن نلوشيس أدرر كي دوام حي إنتو حسولكي حلال كسر رأيه إنو وحبرتو أي واجب قوة استيعاب تنو حوي معنه إن لفهمه تدريب واحد ليس كوبات ضع علامة صواب علامة صح لك أو خطأ أو علامة خطأ أما علامة غلطك ثم صح الخطأ خطأ الصح الصواب haddana wixii saxa xaqan ku wada qor ka sax u qorna siisa ugu qor ka aan saxayn adigu sa saxda aqor waahid aaysha tu aayshi taqra waxa akhrida kutubo kutubo akhrida an hadaratul muslimin ka hadlay ilbaxnimada islaamka hore waa sax taa wala saxaya xaq damana waa dhinaca kale waa la wareejinaya tiniinta asalad oroba reer yurub waxa ay wax ka barteen qalinan yar bay ka barteen bi hadaratul muslimin ay yar ka barteen taa wala qaldaya waa la taasarad oroba kaseeran balawnaa إن بضم بيك برتين وكفايزين بحضارة المسلمين البحر النمادي المسلمين ثلاثة ترجمة واحد فسرين ولقد وضع كقرتين علماء أوروبا علماء خير يوروب الكتب العربية الكتب الإسلامية الأولية ما كتب العربية وقرأ كتب الإسلام كا ومسلمين العربية على جنبه إلى هاي أي كفايزين تأخر المسلم أربعة تأخر المسلمون مسلمين دب ودعين أولا في حضارة العالم كوي كهرين لأنهم تركوا العلم أقول تبي كتجين فاسنا واضح رجع المسلمون مسلمين تدبي يقولون غدين مرة أخرى مركلة سيبر يهرب من الف عنو جارين إلى طلب العلم بعد الدوام كعلم جاي برشديس فاسنا واضح تدريب تاني أجي باختصار سكوا بنو قد شواب عما يلي واحد صوص عضا واحد ماذا تقرأ عائشة هذه الأيام ما هي أخريسي عائشة مال مهمبا وهي أخريسي محوها كتبا عن تاريخ عن حضارة المسلمين وهي أخرية كتب كهالة البحنمات المسلمين اثنين في أي العلوم أقون تيبي تقدم المسلمون مسلمين توحي كهر مرين بري كهر أمدك كهر يعني كهر قامين المحايا هاي الطب والسيدلية والعلوم والرياضيات والجغرافية والفلك والعلوم الإنسانية كواسورا ما كمدها
ثلاثة هل تأثرت أوروبا بالمسلمين؟ مية كفاءة إيديستين غير يوروب تدخل مسلمين تمية كفاءة إيديستين نعم وكفاءة إيديستين. أربعة ماذا أخذ علماء أوروبا عن المسلمين؟ تدخل مسلمين تأه محي كقاتين محي كبرتين تعلم لا يكون هرمات دب جيسي دليل حصل ما كبرتين يرياضيات يوحي لها المعالج جغرافي وكمية فلك وكمية. خمسة لماذا تأخر المسلمون؟ مسلمين تم حاوا تأخرين تر حاوا خبصامين محي دب قدر عمرك تمل لو ضافي لأنهم تركوا العلم أقونت بيسك داعين. ستة هل يدعو الإسلام إلى العلم؟ إسلامك علم جدتك مي وجويريا ها وجويريا يدعو الإسلام يدعو الإسلام نعم كيف يعني هو فرض هي واجب كيف سيدي يعني وحوي إن لا برتوا بواجب مفردات أركن نوع أريه تدريب واحد هاتي لك علي الحروف الحرفية المناسبة تكوها بون مالها بنان جلي حرفيا مقام باكرة مالها بنان جلي ثم استعملها تبنو حدود وأديك ستاء في جمل جملين من إنشائك أضواد عرسه يتأثر المسلم بالقرآن قفك مسلم كيه وكيف يسرها كغتك قرآن كريم كأه اتصر ولحري بأهلي حلتدي سيبو لحري. ثلاثة أخذ العلم علم روحه كقاتي عن والده كقاتي آبه. أربعة يدعو الإسلام يدعو إلى الإسلام وهو باقي يعني إسلامه وهو باقي إلى دبل جنية نزل وكدقي من الحافلة أيو كدقي بسكي رجع إلى بيته قريب كسون قريب سب كسون قضي هذا سال جرينيا تدريب تاني وحول الناس كلامات سل بين الكلمة واحد سكح دا كلمة أرجع هل كأكو قرن يو تعريف المناسب تلمان تا قهبون مدرب سكح قراء إسراع واحد الحديث بارك إنه قرن تعريف أكو شر دالك أكتر حديث كوه قول الرسول وعلمه وعمله وتقريره وقول كي رسولك هذا الكي نبغو يري وعمله وحو نبغو فليي وتقريره إيا وحو أقراضي نبغو تقرير وحو على هذا وحو نبغي أكتي سلقو سميي إيا آنو أوران إسكدا أو كآموسي اثنين الطب بحالكاكو قرن وعافمات كآ وحو مركا إيك تا مركا الطب لقو قري جيم كإيك كاسا قيحة يطب قوحو يهي طب محالة إلا العلم وأقونتا الذي أقونته صو يهتم كده ده شو أضنه إسا كنا ورمه إسا بصحة الإنسان قفك مسلم قفك بين آدم كعافيماتيس. أربعة القرآن بارك إنه قرآن قرآن بعض بلاك كتاب الله العظيم قرآن واحد هذا كتاب كإلهي وين الدنيا دنيا له خمسة السيدلية ومح السيدلية السيدلية فرسو وهو ووج إكتر أوضن بالعلم وأقونته الذي علم يهتم كده ده له بالدواء الدواء ده iyey samayntayda iyey faa'iidadeeda iyey wixii lamid hoodan iyey hadda wax yeleedahay seed afaqti waxa ka warrama waxa laga barto weeyaan dadana kuwaas la doono aswaat imkana waa codad codba yaani sal loogu dhawaaqo erayada loogu dhawaaqo ashadaban ha tadriib tani مدبها ستة الجغرافية ها أرجع جغرافية ومحاسر كيسو والعلم علم بلد الجغرافية تضمغشو أقون الذي علم غاسو نعرف بها أنه كنقرنو أماكن البلاد ميالها وضمدو كيها لأن هي مقالوينكو علم بلد الجغرافية هو علم يعني قفكو هدو برطو مقالك استعماشي كو تالو وكو برنكرو هي معرفة علم أنه عاسي مثلا أبقر أهلك مقالك استعداء عيسيالك كو تالي حاصل أتو قرنس يا علمية بدون marka marka tayar kan inkad bayloodkii wadan aan waligi arag ayuu dakhridiisa helaya magaaladii ayuu fadhiisanaya airportkii buu tagaya waligi inaan arag baa laga yaaba hawadaas u maraya halkii laga galiyay buu ka galiya halkii la fadhiisanay buu fadhiisanaya waa alaalo wax cid u sheegaysa ma jiro cilmigiisa saa hoggaaminaya waa cilmi waxa lagu barto aswaat imkana waa codad ashadda ba calaamada sawab waa shidka xarafka laban laaban calaamada sax waxa dhigtaa بجانب الكلمة كلمة دين عادة التي كلمة تسمعها أضم قلصه ثم انطق الكلمتين لبذا أريد دبيتنا كو هذا أول كشدني كأن شدني قرع يقرع قدم باشدن اثنين بلغة يبلغ تدم باشدن
ثلاثة جلبة يجلبة تدمى شد لي شد كاسالو قبل يسالو قلو واقو أربعة قلمة يقلمة كدمى شد لي قلمة خمسة كسر ووتشبي كسر يعني وصاصو كره وكسر ووتشبي كسر ووتشبي ومكره الشد معنو يسبدين كره سبعة بل يبل ستة وبل يبل بل سبعة وصل يسل ثمانية ومن يمن تسعة سد يسد عشرة وكل يكل ملاحظة النحوية إما كوحوية وفيرسي أما وملعس يجل يدب يجد حاجة نحوها أي مكانة معان قال لنا أي مكانة المفرد أريق كلي أريق هذه الأول مفرد هل معنو هل أريب فائدينية هل معنو والمثنى لبا والله بس شيء بفائدية مفرد نفس الشيء كله بفائدية والجمع والجمع نوى وحبضا صدح بوكبل أبما إلى ما لا نهاية وصعونية الاسم هذا ما قعو ثلاثة أقسام صدح قيود بوكر بحا مفرد مدوى مفرد كان مفرد كيه هل شيء بفائدية واكن وهو مفردك وهو إسقوا مفردك ما هو شيء دلت الماما على واحد الشيء كله أغلب أو واحدة أما الشيء كله أوددك مثنى وهو مثنه ما هو شيء دلت المامية على اثنين لب لب أو اثنتين أما لبد ديك جمع وحبضا وهو يسوق ما دل ووحد المامة على أكثر إن كبضا من اثنين لب 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 وحد كبضا أو اثنتين أما لب لب انتي كبضا أو كبلا وانت صدح إلى ما لا نهاية مش تقول حاجة ضمبي بليانات هدو يوم نقول يوم بلايون نقول كلام المفرد أيارك أقول كنا والمثنى لبادي كنا والجمع مسلم وقف كليو مسلمة قف كليو تماما مسلم قف كليو مسلمة أوننا مسلماني لبنين أو مسلمان مسلمة مسلمون حق بدن أو مسلمين أو كبلا ما صدح إلى ما لا نهاية ما لأن حق دمك وكمفر وكفرية ما صادمه يوم ومال يومان لبا مال موت أيام ومال ما أنت دونا به قارن طبيبة اخترت طبيبة ثاني لبا هوانو اخترى طبيبات دمر بدن او دختر راه لغا بلا وسدح الى انت ما لا نهايه جامعه وهل جامعات وهل لغو برتو جامعتان لبا جامعادود جامعات جامعات بدن وان ترو حق دمه لغا حدينين المفرد بان مكتل ماماينا مثنيه جمعين والبني ادو كو دربا لغو ليه مفرد فيه كلمه ما حال كو دريسا مثنها كلمتان لبا اري جمع هو كلمات اي نقنه جمعينا حضارة أيالك على وقر البحنيم مثنيم هنا حضارتان لبا حضارة دوت مهون قرن يتبعنا حضارات البحن نمو فربضا مدرسة وامال وحلو قبرتو مدرسة تاني لبا مدرسة دوت مدارس مدارس بين قرن سيدنا وحوي مدارس وابضا نسا بلد ووطن بلدان ومجال بلد مجال بلدان لبا مجاله بلاد مجالوين طالب وأرضي طالبان لبا أرضي طلاب وأرضي ضبطا طالبة وأرضي طالبتان لب أرضي ضوض الضمرة طالبات هبل بطن وأرضي ابن وإنن ابنان لب إنن أبناء إنما بطن شهادة وشهادة يعني وحبرشاد تلمام إيسا شهادة تان لب شهادود يعني شهادات بين ورسة مركة فهم المصنوع عمك وحوى وحلى لقيسين أيو والفهم إياها كان لقو قري والراحة إلى هذا استمع دقيسو إلى النص هذا الشريط كأمع جلدة خذ دوبان هرت دقيسو ثم اختر دبنو واحد دورتها الجواب الصحيح جواب تصحيحها سيادك دوران كرتها بوضع دائرة واحد اكتها قوبة جلسة حول الحرف حرف كهريريس قوبة جلي المناسب إن قوبة جلسة كهبون أو كجواب تهري لا واحد حمل المسلمون مسلمين توحي أقادين ويوجد بين حضارتهم البحن مدودي إلى بعض القرى لك ألف السي تلك تشينها في الشرق حق بري إلى تشيني جالسين با أوروبا واحد جالسين يورب في الغرب حق قلبين جيم كل العالم كل العالم بدون كلهم بجالسين مركز عشرة دقيسته إيه تصحح أقوى بدك جالسة اثنين تقدم المسلمون مسلمين توحى كهرم مرين في محي واحد العلوم ساينسكا الطب عافماتك السيد والسيدلية يحق دوينك با العلوم ساينسكا والهندسة انجنيرنمدا والفلكي فلكي علمك لو قبرت ميرياش
جيم السيدلية علم الدوينك والطبع عافماتك دوينك واسمينت الدوينك يو قياس كود يو وحتر كود نباتد عليهين يسلوا استعمالها كوا كشق يضب ونوع علمك عافماتك يختارني ماذا والرياضيات كوا نوع حساباتك حاجة حساباتك يكوه الرئيين مركض آخر دقيستو آيات ويساقو الشيغي آيات قوة بقلين دونتا ثلاثة تعلم طلاب أوروبا واحد وحكوبرتين أرداد الرهير يوروب واحد وحكوبرتين في واحد مدارس المسلمين إسكولة المسلمين تا با مدارس المسلمين والجامعاتين واحد وحكوبرتين أو كلي إسكولة دي جامعات المسلمين تا جيم كليات المسلمين كليتها مسلمين تا إيوه ومساجدهم يا مساجد المسلمين تا أيوة وحكوبرتين وبرجي هري مركز دقيستو أيات تصحض آت صار دونتا أربعة في العصر الحديث حلقان عصب أي مكان تشوقو ألف رجع المسلمون وحا النقدين إلى دين حاجة دين تأوصوا النقدين با طلب طلب المسلمون مسلمين توحا قدونتين العلم أقوانتا في أوروبا دلالك غير يوروب جيم تركوا ويكتقين المسلمون مسلمين توبا العلم أقوانتا ويسكدعين كاستحضاء مركز دقي ستات قوبة القرنيسة خمسة فتح المسلمون مسلمين توحا فرين معاهدهم مع هدية دو دو حلقو برتو وحي كفرين في ألف القرآن ضابية دها با الريف ميجا والمدن يوم قالوينك جيم الشرق والغرب بريا قلبات با مركا دقيستو ياتساح الأقلين دونتا تكلم هذا البيم كنكوري تدريب واحد وحوية ليلسك كوبات ناقش واحد ضوض لقشا الموضوعات موضوعية دا التالية صوصع دا مع فريق كوح من زملائك صاحب هذا كم دا كلا الضوض وهو نشاط الفريق وشقو أي قبريان كوحي قفي يلا بماها ألف تأخر الدب أودعين المسلمين والمسلمين تدب أودعين محايا يلي لأنهم تركوا العلم أقوان تبي كتقين موضوع أكد وضع يسوابها أوكاني يسالك أغبحة كرو يوم سبابها كاني وحل أغبحة كرو لباتدو قيستي وحاسوك لك دوضع اثنين تأثرت راد بي كويالتي حضارة أوروبا البحنما دير هير يوروب وحي كفا ايديستي تأثر كاسوا كفا ايديسي بحضارة المسلمين البحنة المسلمين تا اي بريق هورا كفا ايديستين وعلم بضم بيكا قاتين تدخل مسلمين تا تانك الدوضة ايو ليه ثلاثة الاسلام يدعو للعلم دينت الاسلام كو حد تدخل قباقسا وحبر الشق ووحو هورا يسودك اقرأ باسم ربك الذي خلق بيه اربعة رجع المسلمون مسلمين سدب يقصوا نقدين الى طلب العلم انه وحبر الشضع بادي قوبان وعلم الدونتان وعلم قبرتان في هذا العصر حلقة نمك اللي تشوقه تانك الدوضة تدريب تاني أيو اللي هي وحويتنا وليلس كالباد ناقش كالدوض وكالدوض الموضوعات التالية موضوع أيضا هي مارتي عناوينتن سوصعوتها مع فريق من زملائك كوح صاحب هذا كمدا نشاط الفريق مكنوي وشقائق بنيان تد مارتي كوحة وقفي اللبا منا آنهين واحد التعليم أقوانتي التعليم وحبر شده بين الماضي وقت جهره سيد أهان شرتي يقول حاضري وقت جني مكتاعن سيد أهان شرتي ضد قرية أدي صاحب هذا اثنين الطالب أرضيك بين الماضي بري جهره سيد أها يسوي فكر شري يعلم جوه حوجت شيء يقول حاضر إيه مكسيد يهاي ثلاثة المعلم معلم كسيد بري جهره أهان شري بين الماضي والحاضر إيه مكيا وقت جهره سيد أها وهذا مين هو صاحب المعلم كمر جهره وعلم جوه بري شري بلاش بوح بري شري أجل إله أبوك الدوني شري ما أنت العقب وقاتها فرق بأوضح حيسا أردك بري قهره علمي قوحي وحبرين شري إله يدرتي ما أنت للشهادو أيو أبرتها سو الشقاء وقهره وانو صومرني العلم بين الماضي والحاضر وحقلت كهذا شاء أقوانت قودهان وقت قهره سيدا هيد يسي ما أنت تهي تهي تنوى تهي الديار قرو فكر واحد كفكرتا في الإجابة تنات كتوابتو عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضا واحد ما عدد مراحل التعليم في بلدك تلك هارك تعليمته قيبها أو قيب سما وامحي ما هي هذه المراحل محيك ليهين مرحلة هاسي أو أرضك ومرا أو أنتو قيبك بحق قيبك لنقلو ثلاثة كم كان عمرك داء لاضوي مساهي عندما التحقت مركز قشي في المدرسة مدرسة دي مسجر بعض هاي أربعة هل يلتحقوا مياه قران كل الطلاب أرضي دورمي بالجامعات جامعاتها مياه وضا قرانو هلال لماذا محيو قليا hadaal qasoo ku qoro wuxuu wax u qaybsantaa maaragtay waxbarashadu hadaan ugu horeysa rawda ku xigta tamhiidi ba ku xiga ibtidaai ba ku xiga iskuulka yaani ibtidaaiga mutawasid ayaa ku xiga isoo ka dhaxe saanu maxaa aha secondary ba ku sii xiga machad oo u dhaxe jaamacad ayaa maxay iyo secondary ga jaamacatun
ayaa ugu dambeysa. Dabada sa loo dhigo waa cunfu daalib ardaygu waxa daanada ku jira sanadka koowaad ila sanadka saddexaad waa laba sano oo taa hoosana kugu qoran tan waa cadad diraas sano waa diraas inta uu dhiganayo wuxuu ku jira rawdada saddex ila afar laba sano ku jiraya wuxuu ku jira tamhiidiga shan ila lix waa hal sano tamhiidigu ibtidaayiga wuxuu ku jira lix ila laba iyo toban waa lix sano tamhiidigu waxaan jeeyay ibtidaayigu oo dugsiga hoose ah mutawasidka ka dhaxa wuxuu ku jiraa 13 yurku ilaa 15 saddex tan u dhigta faanawi ayuu ku jiraa oo sekondariga 16 ilaa 18 isna waa saddex sano macahad baa u dhaxeeya waxa weeyaan sanadka wuxuu ku jiraa isagana 19 jirkiisa ilaa 19 jirkiisa oo isaguna waxa weeye laba sano ilaa ayuu ka bilaabmaa laba sano ilaa saddex sano isaguna weeye inta u dhaxeysa ayuu ku jiraa jaamacadda ayuuna bilaabaa iyadana wuxuu ku jiraa 4 sano ilaa 6 sano intaas la dhigtaa oo eeg maxadka wuxuu dhigtaa qofku ama 3 ama 2 sano ama 3 sano jaamacadana wuxuu dhigtaa 4 ama 6 maraxiidu tacliim hadaba imka intaas uu sharxayaa wuxuu leeyahay heerarka tacliintu ay leedahay li tacliimi tacliintu waxa leedahay maraxiilo xilliyo mukhtalifun tun kala duwan oo yamru u maro biha maraxisha الطالب أرضه خلال دراسته أنت وحبرنايو فإذا أنهى مركو دمييو مرحلة حلي تعليمية تنقوند انتقلوا وحقورا إلى المرحلة هيركا التي مرحلة بعدها تاك دمييسا وتتكون وحكا سميسان تهي مراحل التعليم هيركا وحبرشادو إيه حليادو وحبرشادو في كثير انفربادن وكمد من الدول الدولدها العربية عربيد من أربع مراحل أفر مرحلة دوت أما أفر درجو يوكل قوضا هي وحوية أفر تاسي المرحلة الابتدائية مرحلة الدوكسيكو هوسي فالمرحلة المتوسطة وحاكو حكتا مرحلة دوكسيكا دحي فالمرحلة الثانوية وحاكو حكتا مرحلة أما هيركا دوكسيكا سري ثم المرحلة الجامعية وحاكو قدن بيسا مرحلة جامعة وفي بعض البلاد ودمد قاركود العربية عربيتنا يلتحق ويقلان التلاميذ أرضيدو قبل المدرسة الابتدائية انتاني مدرسة الدوكسيكو هوسي بقلين أي بالحضانة وحلالا بيقلان oo xanaaneyn baa laga soo bilaaba farrowda tuba ku xigto ka horeysa fuma tamhiidi baa ka sii horeeya oo say u kala duwan yihiin oo qofka yaraan baaba loogu bilaabaaba yaltahay qowey galaan altalaamidu ardaydu bil madrasati ibtidaayati madrasada dugsiga hoose caadatan sida dhaqanku u badan yahay fisadisati sanadka lixaad oo min amaarihim daadooda ah wa tabluq waxa gaadha sanawaatu adraasa waxbarashada sanadaha waxbarashadu في المرحلة الابتدائية مرحلة الدوكسي هوسة ست سنوات لح سنو أرضي وكتشرة وتبلغ حقادة سنوات دراسة سنوات دقنية في المرحلة المتوسطة دوكسي دحي ثلاث سنوات ستح سنو كتشرة وكذلك ساسوك لوحا في المرحلة الثانوية مرحلة دولها عربيات بوكها اللي مرحلة دها مرحلة دها أما هيرك الدوكسي سلامر كمرينا وستح سنو يدنا أما المرحلة الجامعية مرحلة أما هي الجامعة دمر كوكتشرو فتتراوح وحي أولى حيسا فتتراوح وحي أولى حيسا بين أربع أفر وست سنوات تقولونها قاروحة كدقان لح بي أفر بي كدقان قارين لح بي كقبحان أدوه أفر با أولى الجامعة لحنا وبضان تهي وبعد أن ينهي مركو دمييو الطالب أرضيقو المرحلة الثانوية هي الكسكن دريقة يلتحق وحقلا بالجامعات الجامعة وحقلا أو المعاهدة أما معهد سري oo diblomooyin uu ku qaato labada mid buu galaa ida xasaro waa marku xiro ala taqdiir dayibin haduu darajo wanaagsan ku baxa weeyey hadii kale ma helayo wa baad aan yahay xulad daalibo marku ardaygu helo ala shahaadada jaamiciya shahaadada jaamacada bi taqdiirin jayidin jiddan haduu ku qaato taqdiir ah ama darajo jayid jiddan haduu gaaro oo mumtaaz oo ta u sareysa labada haduu qaato labadaas isku xigeey galtahay qof wuxuu galaa bi diraasati culya wa waxbarashada sare ayuu galaa oo isugu jira lil xusuul si uu helo ala shahaadati al master masterit inuu marka jaamacadda labaad kaga baxo tuma shahaadada doktora jaamacadda saddexaad oo doktora uu ku qaato ayuu dabeedna u sii gudbaa laakiin haduu ku baxo jayid jidan ama mumtaz min nahayta ukhra hadana kala ka eegno fil biladil arabiyati wadamada carabeed dhaxdooda waxa ah noocaan laba qaybood oo mina tacliim iyo waxbarashada huma labadaas waxa kala yihiin atacliim al hukumiyyu waxbarashada xukuumaddu gacanta ku hayso ee ay dawladdu leedahay wa tusrifu waxa kormeera ama ilaaliya calayhi tacliimta dawladdu dawladda ilaalisa fatabni waxay dhistaa markaa dawladdu al madaris madrasada ayada dhistaa wa tuwaffiru
waxay dhameystirtaa alkutub kutubta iyada keenta manhaj kala dhiganayo wal mudarrisiin macallinta iyaga lacagta siisa markii dawladdu ay maamulayso iskuulka dhiseysa manhaj kana lacagta siisa bixisa iyada ardayda u qaybinaysa macallinta iyada mushaarka siisa iyadana maamulka gacanta ku haysa wa tacliimul ahliyyi ba sharmid barayfada oo dadku ay iska leeyihiin oo tashrif calayhi waxa maamula marka baadul jamciyaad ururada ayaa iyagu maamulo oo had iyo jeer iska leey marka wal afraad iyo qaar dadka qaar ashkhaas leedahay oo nin malqabeena ayaa sameeyay madrasad isagaa maalgelinaya macallimiinta wax siinaya waxa soo baxay isagaa leh manhajka isagaa yeelanaya dawladda xeer buu la sameysanaya kaasina waa qayb kale walaa aloo bisawaabo billahi tawfiq.